نروح بقى مع حضراتكم على مقر جريدة البوابة نيوز ونشوف زميلتنا العزيزة مريم سميح مجهزة لنا ايه من اهم الاخبار والمانشيتات في الصحف والمواقع الرياضية المختلفة سواء محليا اقليميا او عالميا. مريم صباح الفل عليكي، عايزينك تقول لنا بقى ايه تحديدا كمان اللي اتكتب عن محمد صلاح، وخصوصا ان كان في مانشيت ما ليه علاقة بأول تعليق صدر عن محمد صلاح بعد تسجيله طبعا هدف عالمي في مرمى مانشستر سيتي في مباراة الأمس. صباح الفل عليك، اتفضلي سامعيني. صباح الخير عليك يا كريم، صباح الخير يا نهاوند، وبصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد، جولة صحفية جديدة من داخل مقر البوابة نيوز. زي ما انت قلت بالظبط يا كريم، الحقيقة ان لا صوت يعلو فوق صوت محمد صلاح طبعا، سواء على مستوى شارة قيادة المنتخب وكمان هدفه الرائع اللي اتكلم عنه كل العالم مساء امس طبعا امام مانشستر سيتي. خلينا نبدأ في البداية من جريدة الشروق. صلاح قائد المنتخب امام ليبيا بقرار من كراش. الحقيقه ان خلاص يعني حسب مسؤول المنتخب الوطني المساله المتعلقه بشاره قياده المنتخب، ده طبعا بعد الجدل اللي اثير خلال الفتره الماضيه على مواقع التواصل الاجتماعي وطبعا في الوسط الكروي، ده طبعا بعد عوده احمد فتحي لاعب بيراميدز مره اخرى او بعد غياب فتره طويله. كمان يعني يمكن قال وائل جمعه مدير المنتخب انه تم حسم يعني اعطاء هذه الشاره لمحمد صلاح نجم ليفربول بشكل نهائي، وطبعا ده وافق عليه أحمد فتحي كمان بعد التحدث معاه. وكمان يعني أضاف يعني وائل جمعة أن هم مش عايزين يتكلموا في هذه المسألة مرة أخرى، خاصة أن في مواجهتين هامتين جدا خلال الفترة المقبلة أمام ليبيا طبعا في يوم 8 وفي يوم 11 كمان. وقال أنه المفروض أن الناس تثق في اختيارات كارلوس كيروش، وأنه كمان يعني الحقيقة أن ده قرار نهائي كما أعلن كيروش وكما أعلن من قبل طبعا حسام البدري المدير الفني السابق. كمان أضاف وائل جمعة في تصريحات إعلامية يعني خلال الفترة الماضية أو خلال الساعات الماضية أن كروش كمان اتكلم مع المستبعدين من القائمة النهائية للمنتخب، وأن هم أصبحوا في حالة معنوية يعني أفضل من الفترة الماضية بعد استبعادهم، وأن هو بعلاقة قوية جدا مع يعني هؤلاء المستبعدين. وكمان اتكلم أن هو هيتكلم في المؤتمر الصحفي اللي هيقام النهاردة طبعا عن هذه المسألة وعن المستبعدين العشرة طبعا اللي أثاروا قلق كبير جدا خلال الفترة الماضية في الشارع المصري وكمان على مواقع التواصل الاجتماعي. كمان أكد وائل جمعة أنه هو مش عايزين يناقشوا مسألة شارة القيادة مرة أخرى، وكمان أنه هو يعني طلبوا أو كيروش طلب من أحمد فتحي عدم التحدث في هذا الأمر إلا بعد الانتهاء من مواجهتي ليبيا. ومن البوابة سبورت، أول تعليق من محمد صلاح بعد هدفه العالمي في مرمى مانشستر سيتي. طبعا علق النجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول وطبعا نجم منتخبنا المصري على تسجيله هدف رائع اتكلم عنه كل العالم مساء أمس الأحد. طبعا يعني شفنا قد إيه هو هدف رائع واتكلموا عنه كتير جدا من الوسط الكروي. كمان قال يورجن كلوب أن الهدف ده هيتكلموا عنه بعد 50 و60 عام أيضا. كمان يعني اتكلم محمد صلاح وقال او شارك بصوره واحتفاله كمان على حسابه الرسمي على انستغرام، وقال طبعا يعني اردنا حقا الفوز بهذه المباراه لكننا ما زلنا في اللعبه، نحن نسعى للحصول على اللقب ولدينا ما يلزم.